تنقول لك اخويا هادشي ديال هاد الوباء ديال الكورونا هادي تنعيشوا واحد الظروف حرجه بزاف، لان ما بقيناش صافي تقادينا، ما بقاش عندنا ما ندخلوا لوليداتنا ما ياكلوا. تطلبوا من وزاره الثقافه تشوف بعين الرحمه للفنانه ودي له معاهم شي حل، لان هادشي ديال الظروف دابا اللي عايشين الناس راه قضيه، راه حتى قلنا صافي الامور راه ولات مزيانه. تطلبوا من وزاره الثقافه هاد الحرفه هذه ديال الفنانين تقنن، الا تقنات راه مزيانه من احسن. تطلبوا من وزاره الثقافه باش تشوف بعين الرحمه حتى هي كذلك للشباب، لان راه ضروا مزيان وراه ما بقاوش يقدروا ما ياكلوا. انا بالنسبه لي انايا ما شريتش العيد الكبير، والله ما شريته بالله، لان ما لقيتش باش غادي نشري، باش غنشري؟ ما عنديش وما غنشري، ما شريتش، لان حتى الدراري اللي معايا 16 واحد تقريبا نص ديال الدراري اللي معايا والله ما شراو العيد، لان راه قضيه الظروف راه ولات حرجه بزاف. الدراري ما بقاوش يقدروا ما عندهمش شي حرفه اخرى من غير هادشي ديال عيساوه. ايوا نطلبوا من عند الله، الله يفرج على الجميع ويفرج على ويشافي لينا الملكنا محمد السادس الله ينصرو، ويفرج علينا والله يدير لنا شي تاول الخير، والسلام عليكم.